الله الفوز النهارده ان شاء الله مصر تفوز 2-0 على غينيا باذن الله ونتصدر المجموعه كاول مجموعه ونصعد لبطوله افريقيا باذن الله ان شاء الله ويكون مباراه كويسه باذن الله النهارده. الناس الصراحه الجمهور موجود، الواحد كان جاي ومش متوقع ان هيلاقي العدد ده، بس الجمهور النهارده يعني كان حاضر ان شاء الله ودايما بيسعى ورا المنتخب والله في اي مكان. وبنشكر الناس هنا على حسن الاستقبال الصراحه، اهل مراكش معروفين بالكرم، اهل كرم دايما والله. احنا هنا في المغرب بقالنا فتره طويله من الجاليه اللي عايشه هنا في المغرب، ويعني ما بنلاقيش اي مشاكل هنا. الشعب المغربي من احسن الشعوب في العالم اللي ممكن تتعامل معاها، وبعيدا عن اي حاجه ممكن تسمعها على السوشيال ميديا انسى كل ده. والناس اللي عايشه هنا بتقول للناس ان احسن شعب ممكن تتعامل معاه هو الشعب المغربي، واحسن شعب ممكن تعاشره وتعيش معاه هو الشعب المغربي. وبنشكر المغرب على حسن الاستقبال، هجمه مهمه ديت معلش، وبنشكركم على الاستقبال اللي انتوا استقبلتونا ده والله. ان شاء الله نفوز 2-0 منهم جون يكون جايبه صلاح، وان شاء الله يجيب الاثنين مش واحد ان شاء الله باذن الله. بنشكركم على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافه، شكرا. المقابله جميله جدا والتنظيم كويس جدا، سواء في التامين او في تنظيم الدخول واللعيبه وكل حاجه، يعني التنظيم ككل كويس جدا يعني. املنا في ربنا كبير. توقع ديالي 2-1 باذن الله. 2-1 باذن الله. اثنين من صلاح ولا من؟ اثنين من المنتخب. احنا يعني بنشكر دولة المغرب الشقيق اللي هي استضافت الماتش ده على اراضيها، والحمد لله التنظيم اكثر من رائع، واتمنى طبعا لمنتخب مصر الفوز وان شاء الله تاهل كاس امم افريقيا، ويا رب نحقق انجاز نفتخر بيه كلنا ويبقى انجاز لينا كلنا وللامه العربيه جميعا. شكرا. انا مصري مقيم في المغرب، شفت النادي الاهلي في المغرب وعمري ما شفته في مصر، وشفت المنتخب هنا اول مره اشوف المنتخب الكبير. يعني كل ماتشات بشوفها هنا في المغرب التنظيم ما شاء الله جميل، الاجواء جميله في المغرب. حضرت اخر ماتش بتاع الاهلي والوداد، الشرطه ما شاء الله قامت معانا بالواجب، يوصلونا لحد جوه، يمشوا معانا لحد الفندق. والملعب هنا اول مره جاي اشوف ملعب مراكش، وجاي اشوف محمد صلاح الملعب جميل جدا، ان شاء الله تبقى ملعب المغرب كلها زي نفس الجمال ده كله. امنياتنا للمنتخب المصري بالتاهل ويفوز ان شاء الله، محمد صلاح يعمل شوط حلو ويجيب لنا جونين كده حلوين ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.